لو كان الفريق مسيطرا، حتى لو كان نسبة الاستحواذ على الكرة تقرب من 80%. هذا إنييستا يراوغ من جديد، والدفاع يتولى المهمة ويطمئن برشلونة بهدف ثاني، هدف عكسي، غلطة دفاعية والكرة بدأت من إنييستا غصبا عنه. ماذا يفعل؟ هدف اضطراري، هدف غصبا عنه والمدافع لم يقصد، ولكن إنييستا مرر بدها وذكاء وذهبت الكرة من قدم المدافع إلى الشباك. لكن طبعا لم يحسب الهدف لإنييستا، سيحسب الهدف بالخطأ من مبارك ريفو، لكنه أفضل سيناريو بالنسبة لفريق برشلونة. هذا إنييستا يدوخ نفس ويلعب كرة تصطدم بقدم ناصف موريس المدافع الدولي الإفريقي الجنوبي الذي يضع الكرة في مرمى فريقه بالخطأ، فعلها مرة مع منتخب جنوب أفريقيا وهو